احنا اليوم نتكلم عن قائد سياسي وقائد روحي وقائد ديني وفقيه. عيب ان ما نشوف وجوه من المفترض ان نشوفها واقفة هناك تتضامن بغض النظر عن النتيجة السياسية. لكن انا اقول اللي يبغى في السياسة هذا هو المخرج. مو تبغى تستثمر سياسيا؟ هذا هو المخرج. ولذلك ليش تعطل قرار ترحيل الشيخ؟ ليش تعطل اقتحام الدراز اليوم إلى قرابة 90 يوم؟ الخليفة يقدرون يدخلون ويقتلون كم واحد ويهدرقون الشباب ويباعدونهم ويشيلون الشيخ. يقدرون لولا؟ يقدرون. هاكم محاوطين لدراز الحين ثلاثة شهور الحين محاوطينها، سكون لدراز كامل وفي ليلة ظلمة يدخلون وضربون لهم كم مسيل دموع وضربون لهم كم شوزن وضربون لهم كم رصاصة نزل وباعدون هذلين وشيلونهم. الكلفة العالية اللي توقفهم وتوقف أسيادهم. فما بالكم إذا كانت هذه الكلفة تساوي اعتقال سياسيين من الدرجة الأولى واعتقال علماء دين من الدرجة الأولى وحتى تقديم شهداء من السياسيين ومن العلماء من الدرجة الأولى. الشيخ ما يستاهل يعني؟ فهذه المسألة أنا أقول إذا نبغي، أنا بنسلخ من مسألة الاعتقاد، بنسلخ من مسألة أن هذا الشيخ يمثل قيادة، بنسلخ من مسألة أن هذا الإنسان خدم 50 سنة المشروع الإسلامي والسياسي، بنسلخ من هذا كان أحد مؤسسي الدولة الحديثة، وبتعامل ببراغماتية سياسية بحتة. الوقوف مع الشيخ اليوم هو اللي راح يصنع سياسيين المستقبل. الوقوف مع الشيخ اليوم ممكن يصنع انتصار، وخذلان الشيخ اليوم ممكن يكون مثل خذلان مسلم بن عقيل قبل 1400 سنة. هذه الرسالة لازم توصل بوضوح. اليوم اللي موقف هذه المجزرة على المستوى السياسي وعلى المستوى النفسي وعلى المستوى المعنوي وعلى المستوى الجسدي هم شباب ممكن إذا تشوفهم في الطريق أصلاً ما تعطيهم اعتبار. منو يعرف هذا؟ لا يطلع في قناة، لا أحد يسمعها، لا يقعد يا مسؤولين. لكن هذا اللي موقفنها، لأن هذا اتخذ الموقف الصحيح وقال للأمريكان والبريطانيين وآل سعود يوم اللي تجهني تكلفة عالية، ما بتطوف، ما بتكون التكلفة ببلاش. فما بالكم إذا كانت هذه التكلفة ومعادلتها فيها سياسيين وفيها علماء وفيها ناس من الدرجة الأولى. لذلك وهم مسألة العمل بعنوان أن احنا نطالب بالديمقراطية فقط لازم نفهمها ونعيد حسابها من جديد.